اليوم الأرض العراقية والمقاومة مستعدة اليوم لإطلاق الأهداف. الأهداف كالآتي: قاعدة عين الأسد، قاعدة الحريري في منطقة أربيل، وأيضا السفارة الأمريكية والسفارات، نعم وأنا مسؤول عن هذا الكلام، السفارات المشتركة بضرب اليوم الحشد في العراق ومشتركة مع أمريكا. نعم هذا بالتالي يعني السفارات يعني أيضا من ضمن الأهداف اللي ممكن تنظره. نتحدث بالعمق الآن. لا لا سيد عبد الرحمن، أنت قبل شهر اسمح لي قبل شهر أنت عندك مطاعم مجرد ملوحة بقضية اليوم الاسم الأمريكي هي تعرضت ما يخالف. يعني هذا البنك الأهداف القادمة للمقاومة راح يتضمن السفارة الأمريكية والسفارات الداعمة لها مثل أي سفارة؟ هسه أنا ما عندي بالضبط، قلت لك أنا مو متحدث باسم المقاومة، لا بس معلومة يعني المعلومة مثلا يعني السفارة البريطانية مثلا زين شريكة الأمريكان ليس اليوم محتهم بالعراق، اليوم هنالك قوات تحالف يعني اليوم أكو تصريح من فرنسا اليوم سنشارك إذا تعرضت القوات الأمريكية أو الإسرائيلية للكيان الصهيوني بأي اعتداء من الجمهورية، مو هذا جانب. عندك اليوم المشاركين بالمعركة، اليوم صرح الملك عبد الله أعتقد ملك الأردن لن نقبل في أرضنا سماءنا أي صاروخ ضمن اليوم رقعة الجغرافية التي ستطلق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. زين. اليوم مصر أيضا تناور بقضية اليوم هذا الموضوع. هذا الموضوع كله تخارج أطر اليوم المقاومة الإسلامية في العراق. أنا أتحدث عن الضربة اللي وقعت في عين الأسد.